السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتصبح على كل اخواتنا حبايبنا في كل مكان. احلى 100 مليون مساء لكم يا رجالة، وعلى كل متابعينا احلى متابعين في الدنيا. حلقة النهاردة اللي احنا وقاية للحمام. الحمام عنده جدان، تمام؟ عنده اي ميكروبات في المعدة هننضفه. الحمام بيروق، تمام؟ في كم حاجة الحمام مثلا محروف وما بياكلش، ما هو ممكن يكون عنده جدان برضه، تمام؟ فاحنا هنعمل له ايه النهارده؟ هنعمل لهم جرعه للديدان طبيعيه، جرعه للديدان طبيعيه. حاله النهارده جرعه للديدان طبيعي، اعشاب طبيعيه، تمام؟ وفي الادويه البطري وفي الادويه البشري على كم حاجه، تمام؟ فاحنا ايه هنشتغل على اعشاب طبيعيه، على اعشاب طبيعيه، تمام؟ هنرجع لكم ونبص احنا بنعمل ايه. يلا بينا، يلا بينا. بص يا معلم، احنا بنجيب بخمسة جنيه شيح او باربعة جنيه زي كده، تمام؟ دي كده بخمسة جنيه، وخدنا منه شوية، خدنا منه شوية، دون بخمسة خدنا منهم شوية. شيحة من عند العطار بنغليه زي ما انت شايف كده، كل حاجة طبيعية هنا. دي احنا طفينا عليه وهنسيبه يسقع، هنسيبه يبرد، تمام؟ وهنوريكم هنشتغل معاه ازاي. وكده احنا غلاه وطفينا عليه، بس اهم حاجة يغلي وانت مغطيه، يغلي وانت مغطيه عشان الحاجات بتاعته ديت، تمام؟ تبقى تعمل البخار يبقى منه فيه جوه، يبقى منه فيه، تمام؟ وهنوريكم احنا بنستخدمه ازاي خطوة خطوة مع بعض. استنونا، يلا بينا، يلا بينا. تاني هنوريكم احنا هنشتغل دي ازاي، تمام؟ احنا هنجيب، هو بنبني زي ما وريناكم بخمسة جنيه، تاخد مثلا ربعه وتعين البيع عنده بخمسة جنيه. هو تمام فيه هتجيب بخمسة جنيه شيح من عند اي عطار، تمام؟ هتاخد ربع الكيس اللي انت جايبه على 3 رتل ميه، ماشي؟ وهنحط ده بياخد قد ايه؟ 2 رتل، دي بياخد 2 رتل، ماشي؟ عشان يبقى طبيعي. بيبقى لونه كده، ما تقلقش، بيبقى لونه كده. كده الشيح من تحته صفته خالص واضح. دي الشيحة، تمام؟ هنا المدي احنا بقى مش عايزينه، بس هو سخن، هو سخن، هنزوده مية عشان هو سخن. كده كده انا كنت مغطيه، كنت مغطيه عشان المفعول بتاعه يبقى كويس، المفعول بتاعه يبقى كويس. عندك الساعات تكون غسلها ومظبطها، تمام؟ والحمام بتاعك عطشان، والحمام بتاعك عطشان، تمام؟ وهتيجي كده هو تكون مالي ايه؟ السقايات. بسم الله، بسم الله. دي بقى بينظف المعدة ما شاء الله، يعني املى سقاياتك. هو لسه سخن، هو لسه سخن، هنملى السقايات ونسيبها تبرد براحتها على بال ما ناكل الحمام، على بال ما ناكل الحمام. وهنوريك برضو ايه اما يسقع هنمسك كل فرد حمام، الحمام السايب، وكل فرد حمام سرنجه او اثنين، سرنجه 5 سنتي او اثنين، تمام؟ دي بيبقى زي العصير كده، شايف عامل ازاي؟ هو 10 دقايق هيبرد دلوقتي. هنسيبه هنا اهو في جنب يبرد، على بال ما نبقى ناكد الحمام، على بال ما نبقى ناكد الحمام، تمام؟ وده هنجيب سرنجه
معودنا سرنجة 5 سنتي، وكل فرد حمام هنديله في بقه سرنجتين من داي، سرنجتين من داي هنملى كده كل فرد حمام سرنجتين بس، ده سرنجتين بس لما يبرد شوية، وهنوريكم احنا شغالين ازاي خطوة خطوة مع بعض. استنونا يعني لكم ثاني اهو، ده نحط الحمام اللي هو الفرداني السقاية اللي فيها المية والشيح زي ما وريناكم كده، الحمام يشرب على عطش، لازم يكون على عطش، لازم يكون الحمام عطشان. تمام، احنا اكلنا الحمام ولازم يكون الحمام عطشان. دي بقى بينظف المعدة، دي بينظف المعدة بتاع الحمام. لازم الحمام يكون عطشان، احنا اكلنا الاول عشان يروح يشربه مرة واحدة. تمام كده، اي حاجة بنعملها سوا مع بعض، خطوة خطوة مع بعض، مكملين بدعمكم. نحب بنشكر الناس اللي بتدعمنا، احلى شكر واحلى 100 مليون مسا عليكم يا رجالة، وانتظرونا فيديوهات جديدة باذن الله. ومتنسوش اللايك الجميل بتاعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.